اقول له فين يا كابتن؟ يقول لي الملعب، مفيش غيره في المحله في الوقت ده يعني. يقول لي الملعب يلا. اقول له الملعب ايه يا كابتن؟ يقول لي الملعب تدريب في غزل المحله. اه طيب. في يوم كنت حاضر تمرين المحله هنا وقاعدين في الدرجه الثانيه شمال هناك. اه. فكابتن عادل احمد رحمه الله عليه كان برضه وينج ليفت محله ومنتخب مصر في دوري جاكرتا 62. فكانت رجله دي عباره عن مدفع جبار يعني. آه. الشمال دي الشوله دي. فحصل ان الكابتن عادل طالع في يوم من التمرين وانا واقف في بره بنلعب كوره في عند الساعه كده حتة النجيله دي كلها كنا متربيين في الحته دي. فانا واقف زمايلي بيشوطوا علينا فهو عجبه المنظر قال هات الكوره. هو الواد عامل جون قال وراح عامل كده وراح حاططها لي في الزاويه الثانيه. فحس ان انا زعلت قوي. انا كان عندي مثلا 10 11 سنه في الوقت ده بس صغير لسه في 5 ابتدائي. اه فحس ان انا زعلان كده فقال هات الكوره هات الكوره. وراح ايه قال لي ايه انا وراح مديني بس جامده طرت جبتها. اه حضنني وبسني ومش عارف ايه. دي كانت كفايه خلاص ان انطبعت عليا غزل المحله. أيوة. كابتن عادل احمد نجم النجوم طبعا طبعا. طب لما لعبت في الناشئين اول مباراه ليك مع الدرجه الاولى طبعا ما تنساهاش. لا طبعا ما انساهاش. انا موسم 72 73 انا كنت احتياطي. ايوه ده الموسم اللي خدنا فيه غزل المحله اخذ فيه الدوري. بدانا الموسم الجديد 73 74 كابتن فؤاد بخيت رحمه الله عليه حارس المرمى اللي كان اساسي في سنتها. هو كان الاساسي اصلا كابتن محمد البشلاوي الله يرحمه. الله يرحمه. فالكابتن لظروف معينه كابتن فؤاد لعب اول ماتش كسبنا القناه في ملعب بنها. اول مباراه كمل هو بعد كده كمل ال 22 مباراه. ال 22 مباراه. وكان الاحتياط بقى كابتن بشلاوي وبعدين كان هو ايامها بيذاكر ثانويه عامه كابتن عبد الستار علي. كنت انا الثالث. وكنت بتدخل برضو في ماتشات كتير الحارس الثاني في الدوري 72 73. كنت احتياطي في ماتشات حوالي خمس اصعب لحظات الدوري ده. والدوري ده يعني من احلى العلامات الموجوده في غزل المحل. الماتشات اللي كنت بتعمله حسابها واصعب الماتشات. انا عايز برضو الكواليس في الدوري ده عشان الاجيال اللي جايه